النشاط اللي حضراتكم بديتوا تقوموا بيه وإجراءات التعافي، وممكن نتكلم كمان على نسب الإشغال على الرحلات، ممكن نقول هي وصلت لكام، أو ممكن بنتكلم على معدلات كام في المية؟ والله الحمد لله، التشغيل في زيادة مستمرة الحمد لله. احنا منذ عودة التشغيل في أول يوليو بدأنا بحوالي من 20 ل 25 رحلة يوميا، وزادت عدد الرحلات لغاية ما وصلت الحمد لله حاليا ل 45 رحلة، من 45 ل 50 رحلة يوميا. طبعا ده في ضوء الدول اللي هي كانت غلقه المجال الجوي بدأت تفتح، وبدأت الأعداد الرحلات تزيد طبقا للمدن اللي ممكن نروح لها. احنا بمجرد ان اي دولة بتفتح حركة الطيران على طول بنبدأ تسيير رحلات ليها. نعم، فالحمد لله التشغيل في زيادة مستمرة الحمد لله. طيب كم دولة يا فندم لسه مغلقة للمجالات الجوية بتاعتها؟ احنا بنتكلم كده على كم مثلا بلد احنا بنطير ليها او هي بتجينا طبعا من خلال رحلات الطيران، العدد اللي لسه قافل هل هو كتير ولا قليل؟ والله نسبيا لسه دول كتير قافله. احنا حاليا بنسير رحلات لثمانيه، وصلنا ل 38 دوله. افريقيا معظمها قافله، المملكه العربيه السعوديه ما زالت قافله، لكن طبعا كل الدول اللي هي ما زالت قافله المجال الجوي دي احنا بنسير ليها رحلات استثنائيه لنقل العالقين اللي هناك لما بيكون في طلب اعداد عايزه ترجع للقاهره. طيب هل يا فندم الطاقه الاستيعابيه للطائرات بتوصل للطاقة الكاملة ولا بنسبة كام في المية حاليا؟ لا، ما فيش اي ريستريكشنز او اي يعني مانع ان الطيارة تكون مليانة بالكامل بالركاب لو في اقبال او لو في عدد ركاب طلب على الرحلات، لكن احنا بس كاجراء احترازي بنخلي اخر صفين في الطيارات فاضيين عشان خاطر لو راكب ما يقدرش يلبس الماسك لفترة طويلة، عنده مرض مزمن بيقدر يقعد في الكراسي دي عشان خاطر التخلي عن الماسك لفتره يعني. لكن ما غير ذلك لو في طلب الطياره ممكن تطلع بكامل عددها، مفيش مشكله. مفيش مشكله. طيب بالنسبه يا فندم للطيران الداخلي ايه اخباره دلوقتي، وازاي ممكن نتكلم على هذه الحركه ونسبه الاقبال على المناطق السياحيه او الاشغالات حتى اللي بتكون بتتم من وقت للتاني؟ الطيران الداخلي حاليا يعني بتزيد اعداد الركاب نسبيا، وبنزود احنا عدد الرحلات بناء على الطلب الموجود. الحقيقه ما فيش اقبال كبير على الطيران الداخلي في الوقت الحالي، لكن بالنسبه للسياحه الحمد لله ابتدت ترجع لمناطق الجذب او المناطق اللي هي الكورونا يعني الاصابات فيها بسيطه جدا، زي الغردقه وشرم الشيخ مرسى علم طابه، وابتدت فعلا في افواج سياحيه كتير ابتدت تيجي على البلاد دي الحمد لله، وابتدت السياحه تعود للتدفق تاني في المناطق دي. يا رب طبعا مزيد من التوفيق. الناس طبعا يا فندم بتتكلم على الكورونا، بتقول العالم قبل الكورونا مختلف تماما عن بعد. حضراتكم من القطاعات اللي كانت متاثره بشكل كبير جدا طبعا نتيجه توقف رحلات الطيران بشكل كامل، وطبعا دلوقتي بنتكلم على العوده ولكن بشكل تدريجي من بلد للتانيه. عايز اعرف من حضراتكم ازاي بداتوا تستغلوا هذه الفتره في اعاده ترتيب البيت من الداخل زي ما احنا بنقول، ازاي ممكن اضيفت خدمات او حتى تم وجود تعديلات على بعض الانظمه اللي كانت شغاله، وازاي استغلنا هذه الفتره بالشكل الامثل خدمه للركاب وتحقيقا طبعا لاهداف الشركه الوطنيه مصر للطيران؟ بالتأكيد طبعا احنا استغلينا فترة التوقف عن الطيران دي في ان احنا بنراجع بقى صيانات جميع الطائرات، ابتدينا بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات تجهيز المطارات لتنفيذ التباعد اثناء اجراءات السفر للركاب، وطبعا كان اهم شيء ان احنا المحافظة على سلامة وصحة الركاب وجميع الاجراءات، تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية عند عودة الطيران. والحمد لله يعني بعد العودة فعلا كان في التزام من الركاب، وقدرنا ان احنا نطبق جميع معايير السلامة للمحافظة على صحة الركاب ان شاء الله وسلامتهم اثناء الرحلات واثناء اجراءات السفر.